اهلا وسهلا ومرحبا بكم في زو. ولدي دخل في مرحله المراهقه وبدا يعلي صوته ويقول كلام ما لازمش يقوله. شنو نعمل؟ احنا صحيح لازمنا نتفهموا اللي المرحله هذه مختلفه وصغيرنا كي يدخلها تولي مشاعره متغيره، لكن ديارنا هو المكان اللي يتعلم فيه صغيرنا كيفاش يتعامل مع الناس. ما فماش حاجة اسمها ما عندي ما نعمله، هو في مرحلة المراهقة ونسمح له يغلط في اللي أكبر منه، وما يلزمش نتوقعه أنه هالت اللي بيشوس لعمره 17 ولا 18 سنة باش يصبح إنسان لطيف ويختار ألفاظه. ليه؟ وقتها باش يكون تعود ينفس على الغضب متاعه في وجه أي إنسان يجي قدامه بدون أي اعتبارات. لذا لازم نعلموه يحط حدود. هو عموما الاندفاع العاطفي والمشاعر القوية هذه تبدأ تنقص كل ما يكبر وعرفنا نتعامله معها. نصيحتي ليك، طوال فترة المراهقة في ابنك فما زوز أجزاء، جزء مندفع يتصرف من غير ما يفكر، وفي نفس الوقت كون متأكد أنه فما جزء في داخله مش راضي على اللي يعمل فيه هو، اللي هو جزء المنطق والعقل. لذا الجزء اللي باش نتواصله معاه هو اللي باش يقوى وينتصر. هذه زوم بالنسبة اليوم، نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.